فيما يخص الخيار الـ الـ الحدود طبعا هذا الخيار هواي امور ان شاء الله بالجداول راح نشرح الجزء الخاصه ببعض الجداول ولكن راح نشرح الجزء الخاصه بالفقرات اللي هو مثلا كافه الحدود اقدر هاي الفقره اني اضيفها بمحيط اقدر اطرها هاي الفقره اطرها مثل ما تلاحظون هنا اطرها واحولها كانما جدول وبعد شنو اقدر اسوي اقدر من خلال هذا الخيار اللي هو التلوين او التظليل اقدر هاي الفقره انطيها مثلا اللون الازرق وهاي الفقره انطيها اللون الازرق الفاتح وهذه الفقره انطيها اللون الازرق الافتح طبعا هاي الامور ان شاء الله راح نستخدمها بالمجلات وراح نشرحها بالتفصيل زين اقدر الغي هذه الفقره اقدر الغي هذا التظليل نعم نقدر نلغي التظليل والحدود من خلال نختار بلا حدود هنا نختار بلا حدود احدده واختار بلا حدود زين اقدر الغي الالوان نعم نقدر نلغي الالوان ممكن نقول بلا لون نختار بلا لون بلا لون طبعا اقدر اسوي عناوين يعني شنو عناوين يعني اقدر هنا اكتب الفقرات او اكتب المحاضره الرابعه نكتب المحاضره الرابعه وهذا الجزء اختار له توسيط الى المنتصف واختار له اضيف له كافه الحدود واضيف له لون اسود مثلا مثل ما تلاحظون راح يصير لي عنوان اقدر هنا أنا اقول مثلا المحاضرة الخامسة المحاضرة الخامسة اقدر انطيها كافة الحدود وتظليل اسود وتوسيط مثل ما تلاحظون راح يظلل لي العناوين وممكن هنا راح يكون المحاضرة السادسة وطبعا نفس الفكره اقدر نسخ التنسيق احدد هذا الجزء نسخ التنسيق اللي اخذناه بالمحاضره الثالثه نفس الترتيب نسخ التنسيق واجي الصق على المحاضره السادسه ومثل ما تلاحظون انه كل محاضره فرز لي اياها ويعني سوالف فاصل جميل بين انه هذا الجزء هو خاص بالمحاضره الرابعه هذا الجزء خاص بالمحاضره الخامسه هذا الجزء خاص بالمحاضره السادسه وطبعا اقدر اغير الالوان هنا ممكن اخلي الالوان ازرق وممكن أنطي اللون أبيض يعني لون النص أبيض وهنا ممكن أخلي أنه لون التظليل أحمر ولون النص ممكن أبيض راح يكون عندي هنا فالتأثير جميل جداً